من الرباط تنضم إلي مراسلة ألغات فدوى المرابطي. فدوى، إذن باليوم الثاني للاجتماعات الليبية في المغرب، ماذا لديك من تفاصيل؟ دعيني زميلتي أؤكد في البداية أن ما سبق وأوردناه من خبر ومعلومات حتى قبل وصول الوفود الليبية وكان بشكل حصري بالنسبة لقناة الغد، على أن أهم وأبرز نقطة ستتناقش خلال هذا الاجتماع ستكون هي المناصب السيادية السبعة. قد تم تأكيد هذا الخبر قبل قليل في تصريح صحفي لأحد المفاوضين عن مجلس الدولة الليبي، والذي صرح للصحافة المغربية بأن أهم نقطة تم التناقش بشأنها إلى حدود الساعة هي الانقسام المؤسساتي في جانب هيئات الرقابة، وأكد على أنه يتوقع حصول تفاهمات في آخر هذا اليوم وأن الأجواء الإيجابية. الإشارة هنا إلى ديوان المحاسبة، جهاز الرقابة، وهيئة مكافحة الفساد والرشوة. هناك أربع مناصب لم يتطرق إليها لربما المتحدثون، ويتعلق الأمر بالمصرف المركزي، النائب العام، مؤسسة النفط، ومؤسسة الاستثمار. حسب تصريح المفاوض فإن الأجواء تبدو إيجابية، ويبدو أن المتفاوضين أو المتواجدين اليوم ببوزنيقة قد أحرز تقدما في هذا النقاش، وستتضح معلومات أكثر خلال نهاية هذا اليوم. المشاركون في هذا اللقاء أو هذه المشاورات، الجانبين، جانب وفد مجلس النواب الليبي ومجلس وأعضاء وممثلو مجلس الدولة، خرج للتو من قاعة الجلسة للتوجه نحو استراحة غداء، وستكون هناك استكمال لجولات لهذه الجلسة في بعد الظهيرة، وسيكون بالتأكيد معلومات إضافية في حال سيتفاهم الجانبان في النقاط المتبقية الأربعة التي سبق وذكرتها. إلى حدود الساعة هذه هي الأجواء العامة، ويبدو على أن حسب مراقبين يبدو على أن سير هذا الحوار هو ناجح، وأن المغرب استطاع إلى حد ما أن يكسر الجمود الذي طبع الحوار السياسي والمسار السياسي في ليبيا والذي توقف لسنوات. شكرا جزيلا لك مراسلة الغد من الرباط فدوى المرابطي.